طيب موسيماني بقى بيعرف يفاجئنا، يعني بيعرف يخطط المباريات الكبيره دي وبيعرف يكسبها. صحيح. هل انت متوقع ان هو ممكن يفاجئنا المباراه دي ويعمل حاجه كده زي الهلال السعودي؟ صحيح، متوقع جدا انه يستنسخ نفس اسلوبه امام الهلال السعودي، لانه كمان انكوى بنار اسلوبه امام بالميراس المباراه اللي قبلها. فبالتالي اعتقد ان موسيماني مش هيكرر نفس الغلطه اللي كان عليها في مباراه قبل النهائي، وهيستنسخ نفس الطريقه اللي لعب بيها امام الهلال السوداني، انه هينزل ايضا عنده الرغبه وعنده المبادره وعنده النيه في انه يضغط من التلت الامامي. فبالتالي هنا هتكون الفريقين نازلين بنفس الحاله، نفس الفكره، الاثنين عندهم اطماع انهم يضغطوا من قدام ويمتلكوا الحيازه والتحكم في الريتم علشان يقدر يصنع الفرص. الامر متوقف على ايه بقى هنا؟ الامر متوقف على كيفيه كسر الضغط المتقدم. يعني وقت ما انت بتمتلك وبتبني الكوره هتواجه خصم عايز يخطف منك من قدام، بيتقدم ويلعب بلعب 4-2-3-1، بيضغط باربع مهاجمين في الثلث الامامي. فبالتالي قدرتك على انك تطلع بالكوره من تحت بعدها، انا بشوف ان الاهلي اذا كسر هذا الضغط الاهلي قادر يسجل مرة واثنين وثلاثة، لأن الهلال رغم هذه القوة ورغم أنه فريق عنده الشخصية وعنده القدرة على الهجوم، لكنه عنده مشاكل دفاعية كتير. صحيح.